يا صالح كتبت فيك عشان انك زعلت انت يوم زعلت كتبت فيك قصيده يوم زعل كتبت فيك قصيده دقيقه عشان زعل يوم زعل مرحبا باللي له في الصدر قدر ايوه سلام قدر قدر ولا مضغوط ولا عادي ايش رايك بالله سلام سلام مرحبا باللي له في الصدر قدر وغلا مرحبا باللي سواليفه ذكر وعطى هذا ما قلت لصالح كان معانا هو ايه هلا والله ليتك ما شرحت بالعكس ترى غير كتبت فيك قصيده يا وائل مرحبا هذه قصيده جد ترى ما قاعد نمزح يلا مرحبا باهل الجيزان واللي لفانا لفانا ان شاء الله تروح تشوف ولدك ان شاء الله بخير برد عليك بقصيده رد يا مساعد يلي لك الخافق يهلي واللي اثنين تميز واحد شكشوكة محلي الله كبير كبير هذا احلى متعة عند مساعد احلى شيء اقسم بالله يا بعد 12 لو تشوفون مساعد يوم نجلس هنا طالع لو شيء يطير يطالع فيني يضحك بدنا نرجع يجري طالع فيني